السلام عليكم. اليوم عندنا موضوع عن second order ordinary differential equation, وهي الجزئية الثانية اللي هي non-homogeneous second order ordinary differential equation. أكو طريقتين شائعة لحل المعادلات non-homogeneous, وهي طريقة method of undetermined coefficients والvariation of parameter. اليوم موضوعنا راح يكون عن الميثود اوف undetermined coefficients. مثل ما تتذكرون ال non-homogeneous الستاندر فورم مالته هي y double bar plus f of x y bar plus g of x y يساوي rx. هنا اختلاف non-homogeneous عن homogeneous انه rx لازم ما تساوي صفر. فحتى نشتاق طريقة حل non-homogeneous نفرض الحل يكون الواي برايم, ونجي نعوض الواي برايم بالمعادلة الأصلية والرئيسية. راح يصير عندنا y برايم اللي هو الحل المفروض دبل بار زائد f of x y برايم بار بلس g of x y برايم يساوي r of x. هسه خلينا نعتبر هذا ال y برايم y بار حتى نلقي الحل الاخر, لانه احنا هاي الجزئية عندنا non homogeneous فبيها جزئية homogeneous, وخلال الشرح راح تتوضح عندكم اكو قصة اخرى عندنا البارتيكولار انتجرال. فنفرض المعادلة هذه انه تكون y كابيتال, هل نسميها حاليا y كابيتال وبعدين راح تعرفون التسمية اخرى. فعوضنا y كابيتال كل y برايم هو صار y كابيتال, فصار عندنا معادلة واحد واثنين. فنطرح حاليا معادلة اثنين من المعادلة واحد, فراح يصير y prime minus y capital double prime, هنا حطينا double prime, زائد f of x y prime minus هنا سوري y double bar minus y capital bar plus g of x y prime minus y bar. فإذا تباعون على هاي الجزئية راح تشوفوها أو هاي المعادلة الناتجة من الطرح هي عبارة عن معادلة homogeneous, يعني حلها راح يكون بهذا الترتيب نفس ما تعلمنا طرق homogeneous اللي هي y prime minus y capital يساوي c1 y1 plus c2 y2. السل y1 y2 فرضنا في حين هالحل يساوي e to power dx, فننقل ال y capital للجهة الأخرى, فصار عندنا الحل الأول المفروض عندنا اللي فرضناه راح يكون بجزئيتين. إذا ننتبه لها الجزئية الأولى هي تشبه ناتج حل الهوميجينيوس, والجزئية الثانية هي حل مختص بالنون هوميجينيوس. فصار general solution اللي هو الواي يساوي yc plus y capital, فهاي الجزئية نسميها complementary solution. أما الجزئية أخرى نسميها particular integral. إذن حلنا راح يكون من جزئيتين, الجزئية الأولى نسويها الهوميجينيوس والجزئية الثانية هي البارتيكولار انتجرا. أكو بعض القواعد اللي نعرفها, خلينا نحكي عن محاسن هاي الطريقة. المحاسن الطريقة هي اختزال المسألة إلى مسألة حسابية, بالرغم أنه المسألة الحسابية ممكن نوبات تكون فوضوية بس ما راح تكون عندنا بذيك المشكلة الكبيرة. أكو شيء لطيف بهاي الطريقة هو أنه الحل التكميل complementary solution
ما يكون مطلوب بشكل صريح. هسه راح يشوفوه هو صار ضمني وهو لا يمثل حل المعادلة النونهوميجينيس، يعني هي مو جزء من حل النونهوميجينيس، ولكن احنا اخذناه بالمقارنة مع المشابه للR of X، وراح نشوف اكو فد علاقة بين الكومبلمنتري سوليوشن والانتجرال بارتيكولار انتجرال. بس من مساوئ هاي الطريقة هي تنطبق على الأنواع الصغيرة من قيم الR of X، الR of X واللي تحتوي على دوال شائعة، واكو دوال ما يمكن استخدامه بهاي الطريقة. بس بشكل عام هاي الطريقة تشتغل فقط على المعادلات التفاضلية اللي تحتوي على المعامل الثابت اللي constant coefficients، يعني ال f of x وال g of x اللي ظهرا عندنا راح تكون constant coefficients. هسا شلون نطلع الجزئية الانتجرال particular integral مثل ما شفتوا الجزء الثاني. الجزء الأول قلنا نطلع نتعامل ويا المعادلة التفاضلي على أساس أنه homogeneous، وبعدين نكمل الحل عندنا ب particular integral حسب اللي راح نشوفه أو حسب قيم ال R of X. فإذا كان عندنا الـ R of X بشكل من أشكال الـ exponential يكون اختيارنا للـ particular integral أيضا exponential وبنفس الأس. أما إذا كان عندنا الـ R of X بشكل sine أو cosine فنختار الـ particular integral بجمع السين والكوسين. راح نشوف من خلال مثال أنه ما نأخذ نفسه بالسين، لازم ساين وكوساين. إذا كان عندنا ساين أو كوساين فالنتيجة تكون عندنا ساين وكوساين. أما إذا كان الـ R of X هي polynomial فالparticular integral مالتنا يصير polynomial أيضا وبنفس الدرجة. يعني نشوف نلاحظ من هذا الجدول الـ R of يعني هذا الكلام لخصناه في هذا الجدول. فهنا إذا كان عندنا كوساين قلنا كوساين وساين، وإذا كان نفس الشيء ساين عندنا فالساين البارتيكولار انتجرال مالتنا يصير كوساين وساين، وإذا كان أيضا جمع بين الكوساين والساين فالاختيار مالنا الأول راح يكون كوساين وساين أيضا. هنا راح نحل لكم مثال بسيط يوضح القصة اللي شرحناها سابقا. هسه ايش عندنا مطلوب من عندنا حل معادله y دبل بار ماينص 4 y بار بلس 3 y يساوي 5 e تو باور 2 x. الخطوه الاولى انتبهوا رجاء، الخطوه الاولى لازم نلقي الكومبلمنتري سوليوشن قبل ما نلقي البارتيكولار انتجرال. قد يظن البعض انه اوكي ما زال البارتيكولار انتجرال راح نتعامل ويا الار اكس اللي الار اكس اللي موجود عندنا هنا هو وافد يلقي انه حل ما مرتبط ويا البارتيكولار سوري ويا الكومبلمنتري. لذلك نبدي بالخطوه الاولى لازم نلقي الكومبلمنتري، اي نتعامل ويا المعادله على أساس أنه هوموجينيوس، والآر إكس هنا نساويها بالصفر كأنه هذا الجزئية ما موجودة، ونحلها حسب ما تعلمنا سابقا بكل الطرق، يعني كل المحددات اللي استخدمناها بالطريقة الهوموجينيوس. فهنا يصير دي سكوير بلاس 4 دي، هاي قلناها المعادلة اللي هي الكاركترستيك إكويجن هنا طلعناها عن طريق الأوبريتر مثل ما تتذكروها. فD plus 1 في D plus 3 هو هذا التحليل من المعادلة السابقة. فهنا طلع عندنا D1 minus 1 والD2 minus 3. إذن الحل الكومبلمنتري solution هو C1 e to power minus x plus C2 e to power minus 3x. هسه الخطوة الثانية نشتغل بالبارتيكولار انتجرال. اول فرضية قلنا اذا لقينا بالار اكس اي تو باور اكس ناخذ نفسه اي تو باور 2 اكس، سوري هنا اي تو باور 2 اكس نفسه ناخذ اي تو باور 2 اكس
بنفس الأس بنفس الباور. فنشتق للبارتيكولار انتجرال انتجرال المشتقة الأولى والمشتقة الثانية ونعوض بالمعادلة الأولى. هنا المعادلة الأولى المقصود به هي معادلة السؤال هذه. فنعوض الواي دبل بار اللي هو 4a e to power 2x زائد الواي بار 4 واي بار اللي هي هنا 8a يعني 4 في 2a e to power 2x plus ال 3 في الواي والار اكس يبقى نفسه. هسه نجي نحلل الجزئية نطلع الـ e to power x خارج القوس وراح نشوف المعامل المتشابهة بالطرفين. فراح يصير عندنا الـ a يساوي ثلث يعني احنا ما طلعناه حقيقة 4 زائد 8 زائد 3 يعني كلهن نفس التيرمات. فأربعة زائد 2 زائد فطلع عندنا 15 5 يساوي 5 e to power 2x إذا الـ a يساوي ثلث. إذا الـ y integral هو الثلث لأن يعني هنا الـ y integral قلنا a إحنا هذا الشغل مالنا على مود نطلع قيمة الـ a فـ a e to power 2x. إذا المعادلة الحل العام راح يكون الـ y complementary solution plus الـ particular integral. فشوفوها نفس هاي المعادلة نجيبها نجمعها ويا الثلث e to power 2x. هسه مثال آخر احنا قلنا هناك طبقنا إذا كان عندنا exponential وهنا نطبق إذا كان عندنا sin. هسه نشوف المطلوب عندنا y double bar plus 4 y bar زائد 3 y سوى 5 sin 2x. ونرجع أيضا الكاركترستيك إكويشن مالتنا يصير دي سكوير زائد 4 دي زائد 3 يساوي 0 ونحللها دي بلس 1 في دي بلس 3 يساوي 0. إذا دي 1 هو ماينس 1 والدي 2 ماينس 3. إذا الكومبلمنتري فانكشن هي سي 1 اي تو باور ماينس اللي هو ماينس 1 ماينس اكس بلس سي 2 اي تو باور ماينس 3 اكس. هسه احنا اذا نتذكر بالوصايا التجريبيه السابقه اللي قلنا اذا كان عندنا ساين فنستخدم ساين زائدا كوساين. هنا انا خلينا نفرض انه احنا راح نستخدم ساين فقط مشابه للار اوف اكس بالمعادله الاصليه. فنجي نشتقه فيصير المشتقه مالته 2a كوساين 2x والواي دبل بار يساوي ماينس 4a سين 2x. هسه نعوضها بالمعادلة الرئيسية معادلة السؤال فنطلع القيم المشابهة. فراح يصير عندنا الA معامل السين اللي هو الA يساوي ماينس 5 ومعامل الكوسين راح يساوي 0 إذن الA تساوي 0. هسه طلعت لنا قيمتين للA وهذا مستحيل هي A constant فريد قيمة واحدة إلها. إذن هذا الخطأ اللي صار عندنا بسبب خطأنا بالبداية. لذلك ايش راح نرجع؟ نرجع للوصاية التجريبية اللي عددناها rule of thumb ونطبقها. فنفرض هنا الكمبلمنتري البارتيكولار كمبلمنتري بارتيكولار انتجرال شي يساوي A sin 2x plus B cosine 2x. فنشتقها وهي قيمة الاشتقاق الأول والقيمة الاشتقاق الثاني ونعوضها. بعد ما عوضناها حسب اللي موجود هنا راح نفرز المعاملات الكوساين والساين. فراح يكون عندنا معامل A minus B 5 B يساوي 5 هاي معاملات الساين 2x ومعاملات الكوساين ما موجودة بهذا الطرف إذا تساوي 0. إذا طلعنا صار عندنا مجهولين ومعادلتين فطلعنا قيمة الـ a يساوي ناقص 3 وقيمة الـ b ناقص 1 على 3 والـ b ناقص 8 على 13. إذا البارتيكولار انتجرال مالتنا اللي هو فرضناه بالبداية نعوض قيمة الـ a والـ b و
تطلع النتيجة نجمعها ويا الكومبلمنتري بالسلايد السابق كومبلمنتري فانكشن بلس بارتيكولار انتجرال فطلع عندنا هذا الحل. شكرا جزيلا.